بعد اشتداد الخلاف وتأزم المشهد السياسي، صالح والكاظمي يجتمعان ويدعوان لاعتماد الحوار سبيلا لحلحلة الملفات العالقة. دولة القانون يكشف عدم تفاعل التحالف الثلاثي مع مبادرة الإطار، وجهود حثيثة لجمع قطبي الخلاف الكردي على طاولة واحدة. بعد محاصرة منزله من قبل القوات الأمنية، قاتل ضابط استخبارات عمليات سومر يفجر نفسه بقنبلة يدوية ويجرح ضابطين. التجارة تأمل بإنعاش قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي خزينها الاستراتيجي، والموارد المائية تحدد المساحات المرورية في الموسم الصيفي. تتابعون في النشرة أيضا، لبنان يستعد لجولة ثانية من انتخابات المقيمين خارج بلادهم، وميقاتي يعد اللبنانيين ببرلمان قادر على التغيير. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. على الرغم من توافر الرغبة بين القوى السياسية حيال إنهاء الجدل، إلى أن الركود والثبات على الخلاف لا يزال هو سمة المشهد السياسي العام في البلاد، وهو ما كان منطلقا لدعوة كل من رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي القوى السياسية إلى ضرورة إنهاء المشكلات العالقة بينها واعتماد الحوار في التعامل معها. صالح والكاظمي خلال اجتماع لهما أكدا على وجوب الانتقال نحو تلبية الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلاد، وتوفير الدعم الكامل للقوات الأمنية لملاحقة فلول الإرهاب، والتركيز على احتياجات المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية. من جانبه، أكد رئيس كتلة النهج الوطني النائب أحمد الربيعي أن لا سبيل أمام التحالف الثلاثي لتحقيق نصاب الثلثين دون الجلوس مع الإطار التنسيقي والاتفاق على تشكيل الحكومة المقبلة. الربيعي في تصريحات صحفية قال إن معادلة ولغة الأرقام بين الطرفين ما زالت معقدة لغاية اللحظة، سواء جمع أغلبية ثلثين فيما يخص التحالف الثلاثي أو وصول الإطار التنسيقي إلى النصف زائد واحد، مشيرا إلى أهمية وجود تفاهم شيعي لتحديد منصب رئيس الوزراء، وكذلك الأمر بالنسبة للتفاهمات الكردية لحسم منصب رئاسة الجمهورية. النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود أكد أن المبادرة التي أطلقها الإطار التنسيقي لم تتلقى أي ردود أفعال من قبل قوى التحالف الثلاثي، وأن قوى الإطار ما زالت تنتظر حتى الآن. وقال الصيهود أنه في حال بقاء الوضع كما عليه، يجب أن يأتي دور المستقلين من خلال اتخاذ موقف وطني حاسم لفك حالة الانسداد، وذلك بدعوة الطرفين الإطار والثلاثي إلى طاولة الحوار من جديد. من جهتهما، أيد كل من تحالف العزم والاتحاد الوطني مبادرة الإطار التنسيقي الأخيرة الهادفة لكسر الجمود السياسي. الجانبان في بيان مشترك أكدا أهمية التركيز في التعاطي مع مبادرة تشكيل الحكومة المقبلة على حق بقية مكونات الشعب، بخصوص الموقف من مرشح الكتلة الأكثر عددا قبولا ورفضا، انطلاقا من الأسباب الموضوعية الموجبة، إضافة إلى أهمية تثبيت حقوق المحافظات المتضررة من جراء الحرب على الإرهاب ومعالجة الإشكاليات الدستورية العالقة بين المركز والإقليم وفقا لمرجعية الدستور.
كتلة الجيل الجديد النيابية أكدت أن مبادرات الصدر والإطار التنسيقي غير موجهة لها لأنها رفضت دخول الحكومة منذ البداية. وقال المتحدث باسم الكتلة ريبوار أورحمان أن البرلمانيين المستقلين قادرون على التوحد وتكوين رؤية مشتركة للرد على المقترحات، مبينا أنه في حال تقديم مرشحين مستقلين ومحايدين لرئاسة الوزراء والوزارات فستنتظر الكتلة في برنامجهم، مؤكدا أن الكتلة مستعدة للتصويت لأي مستقل في حال كانت أجندة الحكومة في خدمة الشعب. كشف نائب رئيس إقليم كردستان جعفر شيخ مصطفى عن جهود مبذولة لتأمين اجتماع بين المكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني. شيخ مصطفى قال أن الخلاف بين الحزبين الكرديين والحرب الإعلامية بينهما والانقسام الحاد تسبب بإزعاج المواطنين الأكراد، مبينا أن الوحدة هي السبيل الوحيد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في إقليم كردستان العراق. أضاف شيخ مصطفى أنه لا بديل عن الحوار في حل المشاكل العالقة. رغم مرور عدة أيام على إطلاق مبادرة الإطار التنسيقي ودعوة الصدر للمستقلين في تشكيل الحكومة، حيث التشابه بين المبادرتين بعض الشيء من حيث دعوة المستقلين، لكن اللافت للأنظار أنه حتى الآن لم تبرز أي ردود فعل من المستقلين على قبول أو رفض تلك المبادرات والدعوات. أحمد ليث معه بقية التفاصيل. لم تمضي على مبادرة الإطار التنسيقي طويلا حتى خرج الصدر بدعوة مشابهة لها تحاول استمالة المستقلين من النواب داخل قبة البرلمان لتشكيل الحكومة القادمة، وبدعم من القوى المنضوية تحت غطاء التحالف الثلاثي إذا كان إعداد الخارطة للحكومة مشابها لطموح الصدر بعيدا عن لغة التوافقية. ولكن لا صوت للمستقلين نطق بصراحة وعلق على دعوة الصدر والإطار. نعتقد المعادلة التي تحدث عنها كلا الفريقين إذ ما كان الإطار أو التيار بتوجيه الكرة إلى ملعب المستقلين، عنوان المستقلين وهذه العبارة التي شغلت حقيقة كثير من المفكرين السياسيين، أنا أعتقد وحسب وجهة نظري لا يوجد هنالك مستقلين بما حقيقة تعني هذه الكلمة. هاتين المبادرتين لا جدوى منهم باعتبار لا حوار أساسي حقيقي يقرب وجهات النظر أو يعطي مبدأ سياسيا معينا لحلحلة الأزمة السياسية. بعد الانتخابات صنعت التكتلات ودخلت جميع خندق الصداقات السياسية، ولم يبقى إلا القليل سالكا طريق الوسطية السياسية داخل البرلمان. المستقلون وباختلاف طموحهم توزعوا على قطبي الإطار التنسيقي والتيار الصدري لتكون معادلة الانفراج السياسي بعد هذا التشرذم هي احتداما وعقبات في مشهد علاقة الفرقاء السياسيين. هكذا يفسر مراقبون واقع الأزمة السياسية المتحجرة بين الكتل. المستقلون بالوقت الحاضر سبب التشتت هو لا توجد هناك كتلة واحدة للمستقلون، وإنما يتوزعون بين كتل متعددة. هذا واحد. النقطة الثانية، البعض منهم هو ليس مستقل، عنوانه مستقل ولكن المضمون هو متحزب. الحقيقة المشهد المستقبلي الذي نعتقده أنه هذه الأزمة سوف تستمر، وبالإمكان وجود نقاط للاتفاق ما بين الإطار والتيار، وهذا الموضوع غير مستبعد ممكن ولكن صعب في ظل تعنت الأطراف وكل طرف يحاول أن يتمسك بأفكاره. إمكانية الحوار هي خيار من المحتمل أن يكون الأخيرة بعد الانتهاء من موسم دعوة المستقلين لتشكيل الحكومة القادمة لوحدهم. العودة إلى التفاوض وفتح أبواب الاتفاق إن عاودت مجددا فإنها بحاجة إلى خلية تكون مختلفة عن المتهشمة التي سبقتها في طريقة عرض الاستحقاقات أمام الكتل قبل عملية توزيعها. لا جديد حتى الآن من مبادرة الإطار التنسيقي الأخيرة ودعوة الصدر بشأن تشكيل الحكومة القادمة، فمسار المستقلين يخلو من صراحة الوضوح والميول لقطب سياسي معين
بعدما التزم سالكه الصمت. أحمد ليث بغداد، الرابعة. إذن مشاهدينا، الحديث أكثر عن هذا الموضوع وبشكل موسع ينضم معي عبر سكايب عضو الاتحاد الوطني الكردستاني السيد أحمد رمزي. أهلا بك سيد أحمد في نشرة أخبار الرابعة. تحية لحضرتك ست فاطمة ومشاهدي قناة الرابعة. أهلا ومرحبا بجنابك الكريم. سيد أحمد، أبدأ معك من الخلاف الكردي. هناك محاولات لجمع الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني حول طاولة واحدة للتفاهم والنقاش من جديد. ما هو موقف الاتحاد الوطني من هذه المساعي أو المحاولات؟ تفضل. منذ البداية الاتحاد الوطني الكردستاني يؤمن بالحوار. يعني مثلا الاتحاد الوطني الكردستاني هو الذي تعرض إلى الإقصاء ومحاولة من الإقصاء والتهميش من قبل أطراف سياقها. يعني أنا أقصد هنا الحزب الديمقراطي الكردستاني، أنا أتحدث عن الجزئية الكردية، لأن موضوع الإقصاء أيضا يعني هناك ربما أطراف أخرى في الفضاء العراقي الأوسع أيضا كانت تعرضت إلى هذا الإقصاء. لذلك الاتحاد الوطني الكردستاني يؤمن بالحوار. علاقتنا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني خلال الفترة الماضية مرت بأسوأ يعني بأسوأ مراحلها يعني فيما يخص تاريخ هذه العلاقات، ولكن نحن نعول على الحوار. يعني في إذا كانت هناك رغبة جدية في الحوار تأخذ بنظر الاعتبار أن منصب رئاسة الجمهورية هو حصة الاتحاد الوطني الكردستاني حسب الأعراف المتداولة وتوازنات القوى الموجودة في البيت الكردي. لذلك نحن يعني أبوابنا مفتوحة في الحوار، وأنا برأيي يعني حتى لو تحدثنا عراقيا لا سبيل، يعني نحن أفرقاء سياسيين عراقيين آخرين لا سبيل أمامنا غير لغة الحوار. طيب سيد أحمد، هذا الخلاف ولربما الاختلاف، لنقول الاختلاف مع الديمقراطي الكردستاني على كيف سيؤثر على مجمل العملية السياسية في الإقليم تحديدا، ليس فقط على مستوى العراق بشكل عام. حضرتك يعني كما تعرفين حضرتك يعني مشكلتنا مع الأخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني لم تعد تقتصر على مشكلة رئاسة الجمهورية، يعني هناك أشياء أخرى وملفات أخرى داخل الإقليم، المشاركة في الحكومة، لا مركزية في المحافظات، أيضا موضوع قانون انتخابات إقليم كردستان. نعم. الآن الحزب الديمقراطي الكردستاني هو لوحده يسعى للاستمرار بالنظام القديم وهو نظام الدائرة الواحدة. الاتحاد الوطني الكردستاني وجميع الأحزاب الكردستانية الأخرى، حركة تغيير الجيل الجديد، الاتحاد الإسلامي، جماعة العدالة الإسلامية، الكل يسعون إلى تغيير النظام الانتخابي وأن يتحول إلى نظام الدوائر المتعددة. لذلك علاقتنا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني المشكلة الآن لا تكمن فقط في رئاسة الجمهورية، هناك أكثر من ملف. أنا برأيي لو تحدثنا من باب المصلحة والموضوعية والواقعية والعقلانية، أنا برأيي الحوار هو يعني لمصالح يعني أيضا لمصالح القومية للشعب الكردي أن يكون كفريق موحد، هذا جيد. أيضا عراقيا يعني هناك المشهد السياسي متداخل، أيضا أقليم كردستان تعاني من مشاكل ستؤثر، يعني لأن هناك تداخل موجود. طيب، في الملفات السياسية. وضحت الفكرة. طيب سيد أحمد، هل توجد إمكانية في الأيام القليلة المقبلة أن يخرج الاتحاد الوطني الكردستاني وأيضا الديمقراطي بمرشح توافقي كردي؟ والله حتى هذه اللحظة اللي تحدث مع ست فاطمة يعني في السياسة كل شيء وارد، ولكن حتى هذه اللحظة مرشحنا هو الدكتور برهم صالح. يعني ما يعني مثلا فيما يخص المرشح التوافق أو أشياء أخرى، أنا برأيي قيادة الحزب يعني هي التي لديها يعني نعم. موضوع القرار طيب. القرار المناسب لهذه المرحلة. وأنا قلت حضرتك الآن نحن أمام أجواء مبادرات تتعلق بال هناك مبادرة لإطار التنسيقي، هناك مبادرة من التيار الصدري، هناك أجواء إيجابية، هناك حالة هدوء موجودة في الشرق الأوسط. طيب. نتمنى أن تتبلور هذا الهدوء في الداخل العراقي. لذلك لغة الحوار أنا قلت لحضرتك في بداية الحديث، يعني إذا غلبنا منطق الحوار أنا برأيي المشكلة السياسية العراقية ليست بهذه الصعوبة، يعني أن نخلق هذه النظرة السوداوية. لدينا الكثير من المشتركات نستطيع العمل عليها ونتوصل إلى حل مرضي للجميع. طيب سيد أحمد، بما أنك قد تطرقت إلى المبادرات، اليوم موقف الاتحاد الوطني هو واضح من ناحية مبادرة الإطار التنسيقي، لكن ما هو موقف الاتحاد من مبادرة السيد مقتدى الصدر؟
اليوم على المستوى الرسمي، يعني حضرتك تعرف ان سياسه الحزب تتبلور من خلال مواقف رسميه والبيانات. اليوم فيما يخص مبادره الاطار التنسيقي للاتحاد الوطني الكردستاني، صدر بصوره مشتركه مع الاخوه في تحالف عزم تأييدهم لمبادره الاطار التنسيقي. بس لو حضرتك تنظرين الى 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 المبادرتين، يعني مثلا هناك نقاط مشتركه خاصه فيما يخص جزئيه المستقلين. ربما النظرة إلى المستقلين تختلف، ربما الأخوة في التيار الصدري يسعون إلى كسب صفات المستقلين لتجاوز ال 220 عضو والاستمرار في موضوع الأغلبية الوطنية. الإطار التنسيقي يختلف النظرة، يعني مثلا يكون هناك دور للمستقلين ولكن يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار حق المكون الأكبر في تسمية يعني حق المكون الأخوة الشيعة المكون الأكبر في تسمية الكتلة الأكبر، لذلك هناك اختلافات جزئية، ولكن هناك مساحة مشتركة موجودة بين على الرغم من هامش التباعد موجود. طيب اليوم أنتم أين، عذرا على مقاطعتك سيد أحمد، أين تقفون في هذه المساحة المشتركة، أم تميلون إلى الإطار أو سيدتي الكتلة الصدرية؟ اليوم في بياننا استفاضة، اليوم بياننا كان واضح، نحن مع مبادرة الأخوة في الإطار التنسيقي، ولكن إذا كانت هناك مشتركات موجودة، إذا كانت هناك فضاء وطني، إذا كانت هناك أجواء إيجابية تعزز الحوار بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، أعتقد أن الاتحاد الوطني الكردستاني يرحب بذلك. يعني نعم نحن لدينا توازن، لدينا تحالفات، لدينا تفاهمات، شكلنا مع الأخوة في الإطار الثلث الضامن، وتجاوزنا ذلك، نحن نتحدث الآن عن نصف ضامن، تجاوزنا موضوع الثلث الضامن. لذلك الاتحاد الوطني الكردستاني لن ينسى موقف الاخوه في الاطار الذي وقفوا معنا يعني في فتره سابقه من العمليه السياسيه. نحن الان نتحدث عن منعطف جديد. انا اكو فكره اريد اوضحها لحضره الست فاطمه. كل الوقت لك. طالما هناك مبادرات اذا هناك احساس من الاطراف السياسيه المختلفه انه لابد من وجود الحل، حتى وان اختلفت المبادرات من حيث المضمون، ولكن ايضا هناك نقطه انتقاء موجوده. ما اقصده يعني الفتره السابقه بسبب اجواء رمضان المبارك، كل التسريبات المعلومات كانت تقول ان الحراك السياسي العراقي الفعلي سيكون مثلا في منتصف ايار، ربما من خلال الاسبوع القادم ومنتصف ايار وبدايه حزيران، يعني سيتضح المشهد السياسي العراقي بصوره عامه. ما اقصده طالما انه كان هناك مبادرات، اذا هناك احساس من الاطراف السياسيه المختلفه انه لابد من ايجاد حل. الاتحاد الوطني الكردستاني على مسافه متوازنه من الجميع. اليوم كان لنا بيان كما ذكرت لحضرتك مع الاخوه في تحالف عزم، يعني نؤيد مبادرة الإطار التنسيقي لأن هي مبادرة واضحة متزنة، يعني مثلا تتحدث عن نقاط مهمة، يعني فيما يخص الجزئية الكردية تحدث عن نقطة مهمة ربما هي الحل الإشكالية الموجودة بين الأقليم كردستان والمركز والتحديد لإطار بهذه العلاقة، هذه نقطة جيدة. فيما يخص المكون السني، موضوع تعويض المدن المتضررة، عودة النازحين، أيضا هذا هو الشغل الشاغل للأخوة في المكون السني. فيما يخص تسمية الكتل الأكبر، دور المستقلين، يعني المبادرة بحد ذاتها وهناك أيضا تعهدات، يعني هناك توقيتات، هناك يعني التزامات سياسية ودستورية وقانونية، أيضا هي مبادرة شاملة. ولكن في نفس الوقت إذا كانت هناك أجواء إيجابية تنعكس على إعادة قنوات الحوار الجدي بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، أنا أعتقد الاتحاد الوطني الكردستاني يرحب بذلك، بما أننا جزء من المشهد السياسي العام، نحن نعول على المقبولية الوطنية، الاتحاد الوطني الكردستاني يعول على الحلول الوطنية. أنا أعتقد في تلك الفترة قيادة الحزب يعني سترحب بأي مبادرة تساهم في إيجاد حل عراقي لتجاوز حالة الانسداد السياسي الذي يعاني منها الواقع السياسي العراقي حاليا. نعم، واضح جدا يا سيد أحمد، جزيل الشكر لك وعلى كل هذه التوضيحات. كنت معي عبر سكايب عضو الاتحاد الوطني الكردستاني السيد أحمد رمزي.
أمنيا، شهدت عملية إلقاء القبض على قاتل ضابط استخبارات عمليات سومر العميد علي الحلفي مواجهات مسلحة أدت إلى مقتل المتهم. مراسل الرابعة ذكر أن المتهم وبعد محاصرة منزله من قبل القوات الأمنية بادر بإلقاء قنبلة يدوية على القوات المحاصرة لمنزله، ما تسبب بجرح ضابطين ومقتل المتهم بعد تفجير نفسه. أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين أن زيارة الوفد الأمني برئاسة وزير الدفاع جمعة عناد إلى المحافظة جاءت للإطلاع على 3 ملفات. وقال قائد عمليات المحافظة اللواء ركن عبد المحسن حاتم إن وزير الدفاع اطلع على نتائج عمليات الإرادة الصلبة وكذلك على عملية إعادة افتتاح القطاعات ضمن هذا القاطع بعد تنفيذ العمليات، لافتان إلى أن الزيارة تهدف أيضا إلى الاطلاع على الملف الأمني والنتائج التي تم تحقيقها خلال هذه الفترة في قاطع منطقتي العيث وطيبيجة غرب صلاح الدين. وفي الميدان، أعلن محور ديالى للحشد الشعبي عن انطلاق 3 عمليات تمشيط محدودة الأهداف في المحافظة. وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد صادق الحسيني أن مفارز قتالية من الحشد بدأت عمليات تمشيط محدودة الأهداف في قواطع إمام ويس وحمرين وأطراف جلولاء ضمن قاطع شمال شرق ديالى، مبينا أن العمليات تجري لتعقب أهداف استخبارية مهمة ولتأمين المناطق ودرء مخاطر الإرهاب. أكدت وزارة الداخلية أن محافظة ميسان تشهد استقرارا أمنيا ولا صحة للشائعات المتداولة. وذكرت الوزارة أنه تم تداول فيديو يدعي من قام بنشره وجود انفلات أمني وإعدامات في الشوارع وأسر للمواطنين في ناحية العزيرة التابعة لقضاء قلعة صلاح في محافظة ميسان، موضحة أنه بعد التحقيق من الأجهزة الأمنية فقد تبين أنه لا وجود لهكذا حادث، مؤكدة أن المحافظة تشهد استقرارا أمنيا. أكد قائد عمليات ميسان اللواء محمد الزبيدي تدخل القوات الأمنية في إنهاء النزاع العشائري الذي حصل في ناحية العزيز أو العزير، نافيا في الوقت ذاته الأخبار الكاذبة التي تشير إلى عدم تدخل قوات الجيش. من جانبهم، رحب أبناء الناحية بتدخل القوات الأمنية لإنهاء تلك النزاعات وفرض هيبة الدولة والقانون. قطعاتنا الأمنية بنفس الوقت دخلت لحسم هذا النزاع العشائري، وتم حسم النزاع العشائري بنفس الوقت، لكن مع كل أسف بعض وسائل التواصل الاجتماعي اللي تحاول أن تثير الرعب والأخبار الكاذبة في المحافظة، اللي تحاول محاولة زعزعة الوضع الأمني في المحافظة، تنشر بعض المقاطع والأخبار الكاذبة، منها أن أحد المقاطع أن تم أسر أحد الأشخاص وقتله في هذه المنطقة، وهذه المقاطع غير صحيحة وما حدثت في هذه المنطقة أبداً. بس الحمد لله من جتنا القوات الأمنية وطرتهم، والله لو ظل الصبح توصل حتى 100 مرتاحين. احنا هاي القطعات ولو تعبانة، هسه تعبانة القوات الأمنية ترى تعبانة، بس احنا مرتاحين. انت تشوف الطلايب عندنا كثرت والموت كثر، هسه عندك اول البارحة 4 نفرات راحوا. ليش راحوا؟ لا عندنا هنا التزامات، ربعنا ما يلتزمون، لا يشوفون جيش، لا يشوفون خوف، لا يشوفون منا بس يتحاكون تعارك، وهم يتعاركون يصير بها شتل. وهذا تشوف الوضعيه، يعني شنو هسه هذا مقتول، هذا مسجلين اي دعوه بعد ما يوصل للولايه، ليش؟ ما عندنا هنا جيش او سيطره اتكظ. اقتصاديا، قالت وزارة التجارة إن تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي سيوفر ما يقارب 3 ملايين طن من الحنطة كخزين استراتيجي.
بيان للوزارة أوضح أن الكميات المقترحة ستجعل العراق خارج المناطق الحرجة، مشيرا إلى أن الموسم التسويقي يشهد انتعاشا بعد قرار مجلس الوزراء برفع القيمة التسويقية للحنطة إلى 750 ألفا للطن الواحد. أضاف البيان أن الخزين الحالي للوزارة مستقر بعد أن تم استيراد ما يقارب 250 ألف طن من الحنطة. أعلنت وزارة الموارد المائية توفير المياه لثلاثة ملايين دونم خلال الخطة الزراعية للموسم الصيفي. وزير الموارد المائية مهدي رشيد قال خلال زيارته لمحافظة النجف الأشرف إن مليون دونم سيخصص لزراعة البساتين ودعم البستنة، ومليوني دونم سيخصصان لزراعة الخضروات والأراضي التي تزرع بالمياه الجوفية بحسب الموافقات الخاصة بوزارتي الزراعة والموارد المائية. أوضح الحمداني أن أولويات وزارته توفير مياه الشرب للمواطنين في ظل أزمة الجفاف التي يعاني منها العراق. وأيضا نبقى في الشأن الاقتصادي، أكدت منظمة أوبك أن حصة الإنتاج النفطي الخاص بالعراق ستتجاوز 4.5 مليون برميل يوميا خلال شهر حزيران المقبل. وذكرت المنظمة أن حصة الإنتاج الخاصة بالعراق لشهر حزيران حددت 4,509,000 برميل يوميا، مبينة أن العراق جاء ثاني أكبر منتج في المنظمة بعد السعودية وثالث أكبر منتج في منظمة أوبك بلس بعد السعودية وروسيا. أشار وزير النفط إحسان عبد الجبار خللا كبيرا في عملية إدارة الملف النفطي في إقليم كردستان العراق، كاشفا قيام أربيل بتصدير النفط بأقيام بخسة عن قيمة النفط المصدر من قبل سومو. عبد الجبار خلال اجتماع هيئة الرأي في وزارة النفط قال إن ازدواجية المعايير في إدارة الملف النفطي تسببت في إرباك عملية تطوير هذا القطاع المهم. مو صحيح اللي جاي يصير في إدارة النشاط النفطي بالإقليم، مو صحيح إنه كلفة البرميل تمثل 50% من قيمة بيعه، يعني أعتقد هسه كلفة البرميل عندهم تصل حتى 50 دولار، ومو صحيح إنه البيع يكون بهذا النقص الكبير عن بيع سومو. هاي مبدأ عام بغض النظر عن التفاصيل، الأمور بنتائجها. النتيجة أنه الإيرادات الصافية التي تأتي إلى موازنة الإقليم لا تتجاوز في كل الأحوال 50% من قيمة النفط المباع. هذه ملاحظة مهمة، وأعتقد هي ركن الزاوية في رؤية وزارة النفط لجودة إدارة الملف في الإقليم. طبعا هذا شيء ركيزة أساسية، الركيزة الأساسية الثانية، ماكو دولة بالعالم، ما في دولة بالعالم بها سياستين للطاقة. الطاقة كل العالم هو سياسة واحدة، هو أصلا في كل العالم هو سياسة واحدة، فضلا على دولة فيها سياستين. ما معقولة دولة تنتج نفط بسياستين، تنتج غاز بسياستين، دولة جزء منها يستورد وجزء منها يعطي مبادرات للتصدير. اتهم ائتلاف دولة القانون جهات سياسية متنفذة بتعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب والإفادة من بقاء حكومة تصريف الأعمال. وقال النائب عن الائتلاف محمد الصيهود إن هناك جهات سياسية متنفذة تعمل على تعطيل مجلس النواب والإفادة من ذلك. التعطيل لغرض تمرير الكثير من العقود والمشاريع والتعيينات عبر حكومة تصريف الأعمال، مبينا أن تعطيل البرلمان يعني تعطيل الدور الرقابي على حكومة تصريف الأعمال والتي لا ينبغي لها أن تتصرف كحكومة كاملة الصلاحيات. النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي أكد أيضا أن بعض الكتل السياسية لها الرغبة باستمرار حالة الانسداد السياسي لتمرير التعيينات وعقود المشاريع من خلال حكومة تصريف الأعمال.
وقال الصالحي أن بعض الكتل تحاول استغلال حالة الانسداد السياسي الحالي لتحقيق أهدافها والسكوت على تجاوزات حكومة الكاظمي، داعيا القوى السياسية إلى التفاعل مع مبادرة الإطار التنسيقي لقطع الطريق أمام تلك الغايات التي تخدم مصالحها الخاصة وإيقاف حكومة تصريف الأعمال من التجاوز على الصلاحيات. للصراعات السياسية آثار سلبية عدة، منها ما ألقى بظلاله على الموازنة العامة للبلاد بتأخر إقرارها. فالبلاد على أعتاب الدخول في النصف الثاني من العام الجاري ولا وجود لموازنة اتحادية، وهو ما أثر بشكل أو آخر على آلاف الأسر والعاطلين عن العمل. دخل العراق الشهر الخامس من هذا العام وهو على أعتاب الوصول لنصف عام دون موازنة مالية اتحادية بسبب الصراعات السياسية التي تلقي بظلالها عليها. موازنة يضع عليها الآلاف من العاطلين عن العمل والعاملين بصفة أجور وعقود آمالا كبيرة بعد الأنباء التي تحدثت عن الوفرة المالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط. عادة الحكومة العراقية الوزارات تعمل منذ وقت مبكر لإعداد الموازنة، وبالتأكيد هذا ما تم العمل عليه من قبل الوزارات بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية، لكن موضوع التصويت عليها في مجلس الوزراء وإحالتها إلى مجلس النواب هذا الأمر يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة. الحكومة الجديدة هي لها رؤية وهي عندها برنامج وزاري عدته حتى لا تجبر الحكومة القادمة أن تسير بموازنة لم تضعها. ننتظر تشكيل الحكومة القادمة هي التي ستصوت وتعدل على الموازنة ومن ثم تحيلها إلى مجلس النواب. عدم تشريع موازنة عامة للعام الحالي سيؤثر أيضا بشكل مباشر على المشاريع التي هي قيد الإنجاز والمشاريع المتلكئة بالأصل، فيما تبقى العقبة الكبرى أمام قرار موازنة هذا العام هي عدم وجود حكومة أصيلة واستمرار عمل حكومة تسيير الأعمال اليومية والتي يشير نواب إلى عدم امتلاكها لصلاحية تشريع القوانين ومن بينها مشروع الموازنة الاتحادية. من الناحية القانونية طبعا وحتما لا يجوز لحكومة تصريف الأمور اليومية إرسال قانون الموازنة إلى مجلس النواب. قانون الموازنة أولا هو الأساس في برنامج الحكومة القادمة وثانيا ليس من الممكن إلزام الحكومة القادمة بموازنة هي لم تشرف عليها، وليس من صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية تشريع أي قانون فضلا عن قانون الموازنة. ولكن واقع الحال أحيانا يجعل البرلمان يبادر مبادرات لرأب الصدع الموجود وحاجة البلد إلى موازنة. وتصاعدت حدة تحذيرات أطلقها اقتصاديون من مخاطر بقاء البلاد دون موازنة مالية مع عدم وجود معالجات للآثار المترتبة، ولا سيما أن أقرارها يحتاج إلى أشهر ولأسباب فنية وخلافات تتصاعد على بعض بنودها عند طرحها للتصويت. يبدو أن موازنة هذا العام لن تقر بعد انتعاشها بارتفاع أسعار النفط وزيادة الأموال والصراعات السياسية الحاصلة. من بغداد، حيدر نصيف، قناة الرابعة. صحياً، أعلنت مديرية الصحة العامة في أربيل تسجيل أول حالة اشتباه بالحمى النزفية لطفل رضيع،
مدير صحة أربيل دلوفان محمد أكد أن مستشفى الأطفال استقبل رضيعا بعمر عامين ونصف العام يشتبه بإصابته بهذا المرض، مبينا أن الكوادر الطبية سارعت باتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة للحالة المرضية. هذا قد سجلت محافظة كركوك يوم أمس أول حالة وفاة بمرض الحمى النزفية يعمل قصابا في المحافظة. أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر خلال اتصال هاتفي لقناة الرابعة أن مجموع الإصابات بلغ 40 حالة إصابة مؤكدة بالمرض، مع تسجيل 8 وفيات توزعت في عدد من المحافظات. إحصائية هو تسجيل ما لا يقل عن 40 حالة مؤكدة بالحمى النزفية. تقريبا نصفهم تماثلوا للشفاء التام. طيب. ومع الأسف 8 من 40 توفوا، أكثر الإصابات والوفيات في الإطار، والحالات الباقية الآن راقدة في مؤسساتنا الصحية تتلقى الخدمة العلاجية الممكنة. طبعا توزيع الإصابات هو كما ذكرت 23 من 40 في إطار، وفي واسط اثنين، وفي بغداد الرصافة حالة واحدة، وفي الديوانية 3، والمثنى 3، وفي بابل أيضا 3 حالات، وفي كربلاء حالتان. نعم. في كركوك ونينوى والبصرة كل محافظة حالة واحدة. أما الوفيات فخمس حالات وفاة في ديقار. نعم. وفي المثنى وبابل وكركوك كل محافظة حالة وفاة، المجموع 8 حالات. محافظتا صلاح الدين وكركوك، وبعد أن ضربتهما العواصف الترابية فجر اليوم السبت، شهدتا انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة مصحوبا بهطول مطري. مراسل الرابعة ذكر أن مناطق من صلاح الدين شهدت تساقطا مطريا مصحوبا بالحالوب المتزامن مع عواصف ترابية في أجزاء أخرى من المحافظة، فيما شهدت محافظة كركوك في وقت متزامن هطولا مطريا مصحوبا بالحالوب في المناطق المتاخمة لصلاح الدين. هذا وغطت عاصفة ترابية صباح اليوم سماء العاصمة بغداد. قال مراسل الرابعة إن عاصفة ترابية اجتاحت العاصمة بغداد وبدأت تؤثر على مدى الرؤية في الطرق الخارجية منها. وفي وقت سابق توقعت هيئة الأنواء الجوية استمرار حلول العواصف الترابية ضيفا ثقيلا على البلاد خلال الشهر الحالي. مدير إعلام الأنواء الجوية عامر الجابري قال إن التغييرات المناخية التي شهدتها البلاد هي نتيجة تعرضها لمنخفض جوي قادم من قارة أفريقيا وتحديدا من جهة الصحراء الكبرى. وبين الجابري أن جميع العوامل المناخية التي يمر بها العراق أسهمت في تصاعد فرص استمرار العواصف الترابية، من ضمنها قلة الأمطار وغياب الغطاء النباتي. أراض قاحلة جرداء تمتد لمساحات شاسعة لا ترى سوى كثبان الرمال التي تتلاطم كأمواج البحار العاتية. البصرة تكاد أن تكون خالية من الأحزمة الخضراء وعمليات التشجير، ما جعلها عرضة للتغييرات المناخية والعواصف الترابية. بقرابة 80% من مساحة البصرة تدخل ضمن لائحة التصحر الشديد. هذه المساحات باتت تتأثر سريعا بالتغيرات المناخية التي أخذت تغزو أجواء البلاد بشكل متكرر منذ أيام، فعدم وجود مصدات لها جعل تأثيرها يرتفع ويكون أشد حدة. الموضوع هو يحتاج إلى تدخل صناعي، لأن إذا نعتمد على الوضع الطبيعي ما راح نقدر نسيطر على الغبار، وبالتالي هو الحل موجود. أعتقد عندنا نباتات كثيرة تتحمل الحرارة والجفاف وتتحمل أيضا العطش، الحرارة العالية، وأيضا تتحمل الماء المالح، وهذا إن شاء الله يعني سهل إذا صارت أكو برامج حكومية. دخول موجات الغبار والعواصف الترابية بشكل كثيف
فاقما من معاناة أصحاب الأمراض المزمنة، فالمستشفيات في البصرة هنا تدخل في حالة الإنذار مع دخول كل موجة تجتاح المحافظة. نتمنى من أن نجد حزام أخضر قريب على محافظة البصرة، خاصة مع الحدود البرية مع الكويت ومع السعودية. لدينا مساحات شاسعة من التصحر، أكثر من 80% بحسب المختصين. محافظة البصرة لديها مساحات تصحر ولا نجد أي حزام أخضر يصد هذا الغبار. الارتباط بريا مع دول الجوار وازدياد مساحات التصحر في البصرة جعلها عرضة للعواصف الترابية والاضطرابات المناخية التي يشهدها العراق حاليا بصورة متكررة. البصرة ذات المساحات الصحراوية الشاسعة هي الأخرى تخلو من الأحزمة الخضراء أو عمليات التشجير، مما جعلها تتأثر وبشكل كبير بالتغيرات المناخية التي طرأت على البلاد خلال الأيام السابقة، مما جعل الحكومة المحلية هنا إلى إعادة حساباتها بإنشاء مشاريع استراتيجية تحد من كثافة العواصف الترابية. إيهاب المالكي، الرابعة، مدينة البصرة. أهلا بكم من جديد. للحديث عربيا عن الانتخابات اللبنانية، أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب أن نسبة الاقتراع في الجولة الأولى من انتخابات المغتربين بلغت قرابة 60%. قال أبو حبيب في مؤتمر صحفي أن النسبة الأكبر للتصويت كانت في سوريا، حيث بلغت نحو 84%، تلتها طهران ب 74%، ثم قطر ب 66%، مبينا أن نسبة التصويت في بغداد بلغت 48%، لافتا إلى أن مجموع المقترعين من المغتربين اللبنانيين المسجلين بلغ نحو 18,000. وبعدما صوت اللبنانيون المقيمون بالخارج في الانتخابات البرلمانية بالدفعة الأولى التي جرت في 9 دول عربية وإيران، ستجرى الدفعة الثانية يوم غد الأحد في 48 دولة أخرى. وأدلى اللبنانيون بأصواتهم في دول الاغتراب بالانتخابات المزمع إجراؤها داخل البلاد منتصف الشهر الحالي، لتكون المرة الثانية التي تتاح فيها للمغتربين المخولين المشاركة في انتخاب أعضاء البرلمان اللبناني. هذا وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في لبنان أنها ستنشر 16 فريقا في مهمة قصيرة المدة لمراقبة تصويت اللبنانيين مباشرة في الخارج. قالت البعثة إن الفرق المكونة من شخصين من جنسيات مختلفة ستحضر في 13 بلدا أوروبيا، مشيرة إلى أنها ستكون حاضرة عند فرز صناديق الاقتراع القادمة من الخارج واحتساب الأصوات. أخيرا من جانبه، بشر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مواطني بلاده ببرلمان جديد يمكن أن يحدث التغيير المرتقب والمنشود في البلاد. جاء ذلك خلال زيارته غرفة العمليات في وزارة الخارجية لتفقد سير الانتخابات النيابية. أضاف ميقاتي أنه اطلع على سير الانتخابات والإحصاءات، وهنأ وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي الذي يتابع الانتخابات ويعالج الإشكالات التي تحصل. أعبر عن سروري بهالجولة اللي قمت فيها واطلعت فيها على سير العملية الانتخابية في المناطق وفي المدن اللي عندها نهار الجمعة يوم تعطيل. فبس أنا شفت كل الأحصاءات وشفت شو عم بيصير، شفت المتابعة. أولاً بهني وزارة الخارجية وسلك دبلوماسي، وبتشكر الشباب والصبايا اللي من الجامعة اللبنانية اللي هن متطوعين وعم بيتابعوا العمل بكل قلم عم بيصير، وعم بيتعالج كل أي إشكال عم بيصير بلحظتها.
فبقول من كل قلبي الله يتمم على الخير، وإن شاء الله الأحد القادم ب 15 شهر كمان بنكون مساء مرتاحين، وبنكون بشرنا اللبنانيين ببرلمان جديد ممكن أن يحدث التغيير المرتاح. إذن مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. بعد اشتداد الخلاف وتأزم المشهد السياسي، صالح والكاظمي يجتمعان ويدعوان لاعتماد الحوار سبيلا لحلحلة الملفات العالقة. دولة القانون يكشف عدم تفاعل التحالف الثلاثي مع مبادرة الإطار التنسيقي، وجهود حثيثة لجمع قطبي الخلاف الكردي على طاولة واحدة. بعد محاصرة منزله من قبل القوات الأمنية، قاتل ضابط استخبارات عمليات سومر يفجر نفسه بقنبلة يدوية ويجرح ضابطين. التجارة تأمل بإنعاش قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي خزينها الاستراتيجي، والموارد المائية تحدد المساحات المروية في الموسم الصيفي. تابعتم في النشرة أيضا، لبنان يستعد لجولة ثانية من انتخابات المقيمين خارج بلادهم، وميقاتي يعد اللبنانيين ببرلمان قادر على التغيير. للمزيد من الأخبار وإبداء الآراء والملحوظات حول نشراتنا، زورونا على موقع القناة الرابعة دوت تي في، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، إنستغرام، تيليجرام، تويتر، سناب شات، وتيك توك. شكرا لكم لكرم المتابعة، وإلى اللقاء.